نروح للعلاقات الأمريكية الروسية. النهاردة السفير الأمريكي في موسكو جون هانتسمان أكد أن واشنطن وموسكو خلال العامين الماضيين كانا في حرب خنادق دبلوماسية. هانتسمان قال كمان في حديث لصحيفة كومسو مولسكايا برافدا إن تعداد موظفي السفارة الأمريكية انخفض بنسبة 70%. لمزيد من التفاصيل معانا على التليفون الأستاذ أشرف كمال، مدير المركز المصري الروسي للدراسات. أستاذ أشرف مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ ريهام. أهلا بك. قل لي، قرأت إزاي تصريحات السفير الأمريكي لدى موسكو جون هانتسمان بأن العامين الماضيين كان الأكثر صعوبة بالنسبة للعلاقات الروسية الأمريكية في التاريخ المعاصر، وليه السنتين اللي فاتوا دول تحديدا من وجهة نظرك؟ لا يعني هو تصريحات السفير الأمريكي تأتي بمناسبة انتهاء عمله في موسكو، لأن هو المفروض أنه قدم استقالته من العمل بعد أن تم تعيينه في عام 2017 سفيرا للولايات المتحدة إلى موسكو، وقدم استقالته، والمفترض أن تنتهي هذه المهمة في 3 أكتوبر المقبل. وبالتالي هو يريد أن يغسل ماء وجه أو عدم نجاحه أو فشله في تحسين العلاقات الروسية الأمريكية، وبالتالي يحمل هنا روسيا مسؤولية عدم يعني الانتقال بالعلاقات خلال فترة تواجد لمدة العامين الماضيين في موسكو إلى من المواجهة إلى الحوار، أو إلى يعني وجود يعني خط رجع دبلوماسي يستند إلى أسس العلاقات الدولية المختلفة. السفير ربما يعني ليس بوسعه أن يبذل جهدا في سبيل تحسين العلاقات، على عكس ما تلك التصريحات التي صرح بها عند توليه المهام منصبه في 2017. ولكن الظروف الداخلية والسياسة العامة للولايات المتحدة الأمريكية هي التي ربما عاقت عمل السفير وليست مصر. طيب، هو شبه العلاقة بين واشنطن وموسكو بأنها في حرب خنادق دبلوماسية، ما دلالة هذه التسمية؟ ما الذي يقصده؟ لا يعني هو يعني نحن نتذكر، نعود بالذاكرة إلى الخلف، في عام 2018 في مارس تقريبا من العام الماضي كانت حدثت مشكلة تسميم السكريبال في بريطانيا، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت تضامنا مع بريطانيا اتخذت عدد من الإجراءات في مواجهة موسكو، وشنت حملة دبلوماسية في أوروبا والدول الغربية بالكامل لطرد الدبلوماسيين الروس. الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التاريخ أغلقت القنصلية الروسية في سياتل، وبالتالي كان الرد الروسي طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الأمريكان في موسكو، وإغلاق السفارة البريطانية في سان بطرسبورغ. إذا هي حرب دبلوماسية بالمعنى الدقيق وبالمعنى السياسي الدقيق، لأن الولايات المتحدة هي التي بدأت بذلك، لأنها والقضية واتهامات روسيا بتسميم سكريبال وابنته لا يحتاج الى مثل هذه الاجراءات التصاعديه، ولكن هي الولايات المتحده شنت حرب دبلوماسيه وقادت هذه الحرب في مختلف دول اوروبيه. بريطانيا فعلت مثل قفضت من عدد الدبلوماسيه وطردت عدد من الدبلوماسيين الروس ودول اوروبيه اخرى. اذا هي حرب دبلوماسيه بدات منذ عامين في مواجهه روسيا والولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه في مواجهه سياسه روسيا. الولايات المتحده الامريكيه كما قلنا من قبل ونكرر، لا تريد روسيا قويه، لا تريد اي دور لروسيا في اي منطقه من مناطق العالم. طيب، السفير اعلن كمان ان تعداد موظفي السفاره الامريكيه انخفض بنسبه 70%، بالاضافه الى اغلاق القنصليه الامريكيه في سان بيترسبورغ. قراءتك لهذه النسبه ودلالته ايه في مفهوم الدبلوماسيه؟ يعني هو السفير يسعى الى الترويج على ان موسكو هي التي يعني يسعى الى شيطنه السلوك السياسي الروسي او شيطنه التصرفات الروسيه. والسفير يتناسى ان الاجراءات التي اتخذتها روسيا في هذا التوقيت هي ردا على اجراءات مماثله اتخذتها الولايات المتحده الامريكيه في سياتل عندما اغلقت القنصليه العامه الروسيه. يعني ولكن هي ذرائع يعني معروف خفاياها وذرائع ضعيفه. الولايات المتحده الامريكيه تريد يعني مواجهة روسيا، تريد تعطيل أي دور لروسيا، وبالتالي كانت تتذرع بأي اتهامات في مواجهة روسيا. الذي بدأ بطرد الدبلوماسيين الروس هم الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أغلق السفارة القنصلية الروسية في سياتل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي
كان رد روسيا مماثل بالمعنى الدبلوماسي الدقيق، كان الرد مماثل، طرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الامريكان في موسكو واغلاق القنصليه الامريكيه في سان بطرسبورغ. اذا الرد الروسي هو رد فعل على تصرفات الممارسات الامريكيه وحلفائها في اوروبا الغربيه، وليست كما يريد السفير ان يروج او يريد ان يضع المسؤوليه على تراجع العلاقات بين البلدين وتراجع الحوار بين البلدين على كاهل الكريملين او مؤسسه صنع القرار في روسيا. المسؤول الاول والاخير عن تردي العلاقات هي المؤسسات صنع القرار في الولايات المتحده الامريكيه. شكرا جزيلا استاذ اشرف كمال على هذا التحليل، شكرا ليك.